السلام عليكم وليداتي، انا اليوم غادي نصايب طلعه بالبرقوق. دايره ليها الشرميله فيها الثومه البزار سكنجبير قزبور والمعدنوس الخرقوم، زيدوا عشق ديال الخرقوم نص سكنجبير شويه ديال القزبور حبوب. هادي هي الشرميله دابا اللي بسيبيسه وقاع قله، ها بسم الله. ودرتي تما زيت الزيتون باش خلطها يوميا؟ زيت الزيتون باش خلطها باش غادي نعمر بها. ورا دارت المليحه، المليحه وكلشي باش كتجي طلعه زوينه حمضه، فيها الشرميله ديال حامض مصير فيها كلشي باش كتجي طلعه زوينه. اللي بغى يديرها في الطاجين يديرها، اللي بغى يحمرها ثاني شويه في الفران ويحمر فسميتو في الكسكاس ويحمرها تجي زويونه بحال هكا. انت عاد ديريها دابا مرقه بالبرقوق. نديرها دابا مرقه بالبرقوق، ندير الدجاج نفور ودار في الفران ان شاء الله. هذه غادي نديروها في الجره نخبيها بالبرقوق ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الوصفه ان شاء الله، الله يجيبنا في الصواب يا ربي. اللي عجبته الوصفه يدير لايك لمو مليكه. كنشكركم. ان شاء الله كلشي غيجي زوين ولذيذ. ها هي دابا تشرملات ان شاء الله. دابا الزيت البلديه القياس ديال كاس ولا نص كاس، كاس هنا ديال الزيت. عندنا ميزاننا خصك لي دام راه غادي نزيدو تاني. ها هي ان شاء الله بسم الله. بسم الله. انا دابا غنكمل. انا درت دابا عود ديال القرفه، انا ما كنديرهاش مطحونه باش ما كترتش المرقه كحله. ها هي ها البصله والشرمله كنديرها على العافيه مهيله باش كتجي تطيب غير بشويه تجي لاصوص ديالها زوين. الثوم وجدات ها لاصوص ديالها ها هو والله تعجبكم وليداتي المشاهدين. ها البرقوق دابا تنحطو من الفوق حيت ما زهر كتشهي. ها الطلعه دابا واجده، حنا درنا عليها البرقوق واللوز، جا تبارك الله كلشي كيشهي. نعطيك الصحه ديال ما زهر. يلا تسلمي يدك ان شاء الله.